إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأمور التي ينبغي أن تكون مغروزة في قلب ونفس كل مسلم. فعندما يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لابد أن تكون مؤمنا برسالته صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنت شاك في بعثته ورسالته. وعجبا من هؤلاء الذين يزعمون الإسلام ويقولون لا إله إلا الله محمدا رسول الله، ولكنهم في الوقت نفسه ينقضون الشهادة بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح هذا الأمر. فحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أولا أن تعرفه، ثانيا أن تحبه، ثالثا أن تنصره. هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام عليك. فحقه عليك أولا أن تعرف ليس اسمه ونسبه وقبيلته وسنه، ولكن أن تعرف بعثته ورسالته، أن تعرف شريعته ودلائل نبوته، أن تعرف سيرته وحركة حياته. هذه المعرفة التي يجب أن تكون. إذا أن تعرفه من خلال الوقوف على دلائل نبوته ومعجزاته، دي أول معرفة، أن تعرفه من خلال الوقوف على دلائل نبوته ومعجزاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام من قبل أن يولد وهناك الإرهاصات التي تبشر بمجيئه، هناك إرهاصات مثل تصدع إيوان كسرى إيذانا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الرؤيا التي رأتها أمه، حيث رأت أن نورا يضيء ما بين المشرق والمغرب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ولادته، حيث كانت ولادته يسيرة بسيطة، ثم من خلال حياته صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى بادية بني سعد وكانت قحطا قفرا، فمرجئه صلى الله عليه وسلم صارت خيرا ونماء. ثم حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في مقدمة الصبا، حيث كان يلعب مع الصبيان فأتاه رجلان طيبان فأضجعاه، ثم شق صدره فأخرج قلبه فغسلاه ثم أرجعاه مرة ثانية. حادثة شق الصدر وهي ثابتة صحيحة. أيضا صلى الله عليه وسلم كراهته للأصنام والأوثان، وكراهته لأراذل الفعل والقول،
وهذا كله إرهاص لمقدم النبوة إليه أو لكونه منبئا من الله عز وجل. ثم بعد ذلك حادثة ذهابه إلى بلاد الشام وتجارته في أموال خديجة، ثم بعد ذلك زواجه من خديجة، ثم بعد ذلك فجأة الوحي له عندما أتاه جبريل وهو في الغار، ثم بعد ذلك عندما أخبرت خديجة ابن عمها بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله له إن هذا هو الناموس الذي أنزله الله تعالى على موسى، ويا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عوذي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث أن مات ورقة ثم فتر الوحي، ليعود الوحي بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بالدعوة إلى الله في قوله سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله عز وجل، داعيا إلى الله عز وجل مبشرا ونذيرا، يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وينذر المعرضين الكافرين بأن لهم من الله عذابا عظيما. ثم بعد ذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر دعوته سنتين، والإصرار بالدعوة ليس من باب التوقيف، ولكن هذا أمر متعلق بالمصلحة، هذا أمر متعلق بالمصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره ربه بالإصرار، ولكن أمره بالإنذار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فبدأ دعوته سرا، فأنذر أقرب الناس إليه ودعاهم إلى منهجه، فدعا خديجة زوجه وأبا بكر صديقه وعليا ابن عمه وزيد مولاه وخادمه، دعاهم إلى الله عز وجل. فكانت هذه طليعة الإيمان وكتيبة الإسلام وبداية النور في الأرض في ذلك الوقت. فعندما أمره ربه عز وجل أن يجهر بالدعوة وأن ينذر عشيرته الأقربين، دعاهم بأسماء بطونهم وأفواههم وأنبأهم بدعوته ورسالته، فكذبوا وأنكروا عليه. ثم بدأ الأمر متواليا. وكان من أكثر الناس نصرة له هو عمه أبو طالب. لقد تربى النبي عليه الصلاة والسلام في كنف عمه يكلأه ويخوطه ويحرسه ويحفظه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس لم يدخل عمه في دعوته، ولكنه كان نصيرا له ظهيرا له. وعندما حاصر المشركون المسلمين في شعب عبد المطلب دخل معهم الشعب وحوصروا جميعا إلى أن فك الله تعالى عنهم هذا الحصار ورجعوا مرة ثانية آمنين. اشتد الإيذاء بالصحابة في مكة، فآذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فانطلقوا حتى دخلوا في كنف هذا الملك العادل وهو النجاشي،
فآواهم وحفظهم من يد السوء، ولكن قريش لم تسكت آنذاك، فأرسلت وفدها ليؤلب النجاشي على المؤمنين، فقالوا له: أيها الملك، إنه يقول قولا عظيما في مريم وعيسى. فظن هذا الملك أنهم يقولون قولا شنيعا لا يقدرون عليه، فدعاهم فتلا عليه رئيس وفد المسلمين آنذاك، ومن؟ جعفر تلا عليه سورة مريم، فإذا بالنجاشي يبكي حتى تخضل لحيته، ثم قال: والله إن هذا لهو الحق. فقاموا عليه وحاصوا عليه حيصة الحمر الوحشية، ولكنه لم يلتفت لهم ولم يبالي بهم، فأيده الله ونصر الله تعالى من كيدهم. في الوقت نفسه كان المشركون يشددون الأمر على المسلمين بمكة، وواكب ذلك أن ماتت خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عم النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقال أن هذه السنة تسمى بسنة الحزن أو بعام الحزن لم يثبت هذا بدليل صحيح عن أحد من المتقدمين. ماتت زوجه، ومات بعد ذلك عمه، ذلك العم الذي كان يكلأه ويحفظه. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية عمه، باذلا له كل أسباب الدعوة، ولكن هذا الرجل لم يؤمن به، فمع نصرته له لم يؤمن بابن أخيه، ولم يدخل في دعوته. حتى قبل الوفاة أتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طاغوتان من طواغيت مكة، فقال له: يا عمي، قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له: أتدع دين آبائك وأجدادك؟ فكان آخر ما قال: على ديني عبد المطلب. مات على دين أبي. فالإنسان لا يملك هداية لأحد ولا يقدر هداية أحد، وإنما الدعاة إلى الله والذين يسلكون طريق الله إنما هم أدلاء على الخير. نحن ندل الناس على الخير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالإنسان مهما اجتهد فإنه لن يدخل الإيمان إلا من شاء الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا الدعاة إلى الله والمربون ما هم إلا أدلاء مرشدون يرشدون الناس، أما إيقاع الهداية في قلوب الخلق فهذا صنع الله تعالى بالخلق. إذا الدعاة أسباب الهداية، ولكن الهداية متعلقة بالله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يقسم لنا خيرا عظيما وأن يهدينا سبيله المستقيم. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،
إن أبا طالب عمك، إن أبا طالب كان يكلأك ويحفظك ويحرسك، أفنفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. كان في قاع من النار، كان في قعر جهنم، ولكن لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وآوى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الله إلى ضحضاح. هذا الضحضاح فسر بالرواية الأخرى: أخف أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، يأتي لابسا نعلين من نار يغلي منهما دماغه عافاكم الله. إذن المصوب بالضحضاح هو دون الكعبين، أي نار يلبسها دون الكعبين، ومع ذلك فإن هذا النار الذي هو دون الكعبين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أراد ربه أن يخفف عنه وأن يسري عنه، لقد طهد النبي عليه الصلاة والسلام وعذب وحاول المشركون قتله على يد عقبة ابن أبي معيط، حيث حمل حجرا كبيرا وتقدم صوب النبي عليه الصلاة والسلام وقال للمشركين: إني قاتله. حمل الحجر العظيم وتقدم نحو النبي عليه الصلاة والسلام ليرد رأسه وهو ساجد، فإذا به يرجع مذعورا خائفا وجلا، فقيل له: ما ذاك؟ قال: لو تقدمت خطوة لأخذت، لقد رأيت أهوالا. لقد حمى الله تعالى نبيه من بأس الكافرين ليكون الأمر كما أراد الله. فأسرى الله تعالى بنبيه بعد أن بشره بالخير، أسرى به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى لتفرض عليه فريضة الصلاة، ثم يعود بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الليلة نفسها. عندما أصبح الناس في مكة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث له في رحلة الإسراء والمعراج. تعجب أهل قريش ووجدوها فرصة سانحة لبث الأراجيف ولكي يوهنوا قلوب المؤمنين ويشككوا في دعوة هذا النبي الأمين، فقالوا: هيا يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم كذا وكذا، إن الناس يضربون آذاط الإبل ويضربون أكبادها من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى في شهر، ثم يستريحون شهرا، ثم يعودون في شهر، يمكثون الشهور في هذه الرحلة، ومحمد يزعم ليس أنه انتقل إلى المسجد الأقصى فقط، ولكن أنه ماذا؟ عرج به إلى سماء العلى. ما هذا الأمر يا أبا بكر؟ فيقول الصديق: أو أخبركم بذلك؟ إن كان قال ذلك فهو صادق، فسمي آنذاك بالصديق. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه افتتن في هذا الأمر فتنة عظيمة، ولكنه صبر وصدق فكان صديقا. ثم أنزل المشركون عذابا شديدا على المسلمين في مكة، فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف فلقى بها ما لقى، ثم رجع بعد ذلك إلى مكة
ليعرض نفسه على القبائل حتى دخل أهل يثرب في دين الله عز وجل وبايعهم بيعة العقبة الأولى والتي تسمى ببيعة النساء، ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقدموا بين أيديهم وأرجلهم ببهتان يفترونه ولا يعصوا الله عز وجل ورسوله، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم مصعب بن عمير فدعاهم إلى الله عز وجل، وكان خير داع إلى الله، وكان سنه فوق 15 بقليل، سن صغير سبحان الله، فدعاهم إلى الله وكان سببا في تحبيبهم دين الله عز وجل. فآمن على ذي النفر سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة وسعد بن عبادة وصناديد الأنصار أسلموا على لمن؟ مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. ثم كانت بيعة العقبة الثانية وهي التي تسمى ببيعة القتال، حيث بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموه وأن يفدوه وأن يقاتلوا دونه وأن ينصروه. ثم كانت بعد ذلك حادثة الهجرة على الترتيب الذي تعرفون. انظر إلى هذا الجهاد، جهاد متواصل استمر 13 عاما متواصلة من وقت إنباء النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما متواصلة من الجهد والجهد والعمل والجهاد. لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام فيها راحة، بل كان يواصل الليل بالنهار داعيا إلى الله عز وجل. في مكة نريد عند قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من وضع الأسئلة، لأن السؤال إجابته يمكن أن تكون مقدمة لحزمة كبيرة من التصورات. يعني مثلا عندما أقول هل تحب البرتقال؟ هذا سؤال. نعم أحب البرتقال. لماذا؟ لماذا؟ لأن به نسبة كبيرة من الفيتامينات. طيب هيترتب على ذلك ما هي الفيتامينات الموجودة في البرتقال؟ سي والحديد وكذا 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 وكذا. هذه الحزمة من المعلومات مترتبة على هذا السؤال. يعني إذا أردنا أن نطبق ذلك على السيرة، لماذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة؟ لماذا؟ هل كانت الهجرة خوفا من الاضطهاد؟ هل كانت الهجرة خوفا من الاضطهاد؟ خلاص ماشي، لو كانت الهجرة خوفا من الاضطهاد فينبغي أن يقوم بالهجرة الذين يخافون على أنفسهم الاضطهاد. إذا من الذي سيهاجر؟ سيهاجر العبيد والمستضعفون، سيهاجرون لأن ليس لهم قبيلة تحميهم وليست لهم عصبية جاهلية تأويهم، فهم منقطعون في هذه الأمور. والجاهلية مع أنها جاهلية لكن لها قوانين تربطها وتحكمها، من هذه القوانين قانون العصبية، ومن هذه القوانين قانون الجوار، فهذان قانونان عظيمان جدا
هذان القانونان كانا يحكمان الحياة الجاهلية. طيب المستضعفون هل لهم جوار؟ ليس لهم جوار. هل لهم قبيلة؟ ليست لهم قبيلة. إذن هم أولى الناس بماذا؟ بالهجرة. أولى الناس بالهجرة هم. لكن لو تتبعت أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة لوجدت أمرا عجبا. تجد بعض الأسماء مثل الزبير بن العوام، سبحان الله، مثل عثمان بن عفان، هؤلاء من الرجال مثلا. ومن النساء أم حبيبة بنت أبي سفيان. يبقى الناس زولت من عائلات، من قبائل، من صليبة قريش، من أصحاب القوة في المجتمع. وإذا أرادوا أن يدخلوا في جوار دخلوا في جوار، كما حدث لأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما دخل في جوار ابن من؟ ابن دغنة، شريطة ألا يقرأ القرآن بصوت عال فلا يجتمع عليه النساء والغلمان. ثم رد أبو بكر لهذا الرجل جواره ليرتضي بجوار الله عز وجل. الذين هاجروا معظمهم كانوا من أهل القبيلة والجوار، ولم يهاجر كثير من المستضعفين الأرقاء. إذن ليست المسألة مجرد فرار من الدين والاضطهاد الذي كان يلاقيهم، إذن لابد أن يكون هناك أمر آخر، لابد أن يكون هناك أمر آخر. وهنا يجب على قارئ السيرة أن يجتهد وأن يعمل عقله وفكره من خلال استشفاف بعض الأفكار العامة من خلال قراءته. مثلا عندما يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد حادثة الهجرة، وبعد الهجرة يجد بناء المسجد، ويجد بعد ذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ويجد بعد ذلك بعض السرايا العسكرية، ثم بعد ذلك غزوة بدر، ثم بعد ذلك غزوة أحد، وبعدين حمراء الأسد، والغزوات متلاحقة إلى آخر غزوة غزاها رسول الله، وهي غزوة ماذا؟ تبوك. وهي غزوة تبوك. ثم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم. هذا السرد يجب أن يوقفك على أمور. ما هي علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة؟ وما علاقة الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف ربى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة؟ الصحابة لم يأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار، وهم عندهم 4-5 سنوات، وإنما كثير منهم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالغ كبير، كثير منهم. فكيف هذبهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف رباهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف جمع قلوبهم على نصرة هذا الدين وعلى حمل أمانته؟ ما علاقة الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، في السلم، في الحرب، في السوق، في الشارع، في المسجد، في وقت أو في مواقف الرضا، في مواقف الغضب، في مواقف الزواج، في مواقف الطلاق، عند الموت، عند قسمة المواريث، عند الوصية بين الأولاد، عند العطية، عند إقامة الحد، عند التعزير، عند الضحك والبشاشة والابتسامة، عند خطبة الجمعة، عند الصلاة، عند دخول المسجد، عند الحديث والالتفات، عند الموعظة، أمور كثيرة.
أمور كثيرة إذا قمنا برصدها نستطيع أن نقف على بعض الأفكار العامة التي تساعدنا كثيرا في معرفة علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال أننا عندما ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نركز على جانب واحد فقط وهو جانب المغازي، جانب المغازي، بينما الجانب الآخر أو الجوانب الأخرى وهو جانب التشريع وجانب الحضارة لا نلتفت إليها. جانب التشريع وجانب الحضارة لا نلتفت لذلك الأمر. فالتشريع والمغازي والحضارة هذا كله من أجل إقامة الدين، من أجل إقامة التوحيد، من أجل إقامة لا إله إلا الله. فالشرائع حتى يتم التعامل على أساس من شرع الله. طيب، والمغازي لتكون كلمة الله العليا. طيب، والحضارة لكي يعمر الكون بالشرع، لكي يعمر الكون بالشرع. إذن تعمير الكون بالشرع ده حضارة إسلامية، وحياة المسلمين بالشرع في معاملاتهم وعباداتهم هذا تشريع، وإقامة السيف لتكون كلمة الله العليا هذا والجهاد. إذا نحن في حاجة عند دراسة السيرة لثلاث أمور: تشريع وحضارة ومغازي أي جهاد. إيه اللي بيحصل؟ كتب السيرة كثير منها يركز على جانب الإيه؟ جانب المغازي، جانب الجهاد، هذا مطلوب، ولكن أين الجانبان الآخران؟ أين جانب التشريع وأين جانب الحضارة؟ ولذلك أفضل كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ اللي يعرف يرفع إيده كده، أو من أفضل، خلها من أفضل، من أفضل كتب السيرة بهذا المنهج الذي قلته لكم، اللي هو بيدرس السيرة من خلال تشريع، من خلال المغازي، من خلال الايه؟ الحضارة. الحضارة يتكلم عن الزراعة ويتكلم عن التجارة وكل هذه الأشياء. ها، زاد المعاد لابن القيم تجد أنه تكلم عن التشريع وتكلم عن الحضارة وتكلم عن المغازي. فهذا كتاب جيد في بابه، ولو اجتهد الإخوة في دراسة هذا الكتاب لكان ذلك من جملة الخير العظيم الذي يدخر لهم بإذن الله تعالى. يبقى إذن نحن عندما نقرأ في كتب السيرة نقرأ كتب السيرة لماذا؟ لنعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أول حاجة من حق الصلاه ان احنا ايه؟ نعرف. إذا نحن نقرأ كتب السيرة من أجل ايه؟ معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندما تعرف النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعرفة العظيمة وهذا الجهد العظيم، انظر إلى حالك مثلا، انظر إلى حالك، امسك ورقة وقلم واكتب جدول يومك من أول ما تصحى من النوم لغاية لما تنام. اكتب كده جدول يومك، ماذا صنعت وما حظ الله تعالى في هذا اليوم، وخليه بينك وبين نفسك، لا نريك انت تجيب لي كده ودي انت النهارده 6 من 10، طب انت بكره النهارده بقى 3 من 10، بعد لا انت تقدمت 9 من 10، اللي بقى انت متنايل على عينك 0 من 10. لا، اجعل هذا بينك وبين نفسك، اجعل هذا بينك وبين نفسك. هات ورقة وقلما ثم اكتب من ساعة ما صحيت من النوم عملت ايه لغاية ما نمت، قبل ما تنام كده اكتب هذه الورقة، ثم سأل نفسك أين حظ الله تعالى في هذا اليوم، أين حظ الله في هذا اليوم. وبعد ما تخلص كده اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا،
وانظر كيف كان جهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهات ترجمة الصحابة، ترجمة أي صحابي من الصحابة، وانظر كيف كان جهد الصحابة. ثم تصور ثالثا لو أنك مقام أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كنت أنت صانع؟ يعني لو كنت أنت الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كنت عملت إيه؟ كنت ما الذي صنعته؟ سل نفسك هذه الأسئلة كي تعرف فائدة وقيمة دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بهذا الاتساع الذي ذكرته لك. فإذا وقفت على معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، إيه اللي يحصل؟ أحببته عليه الصلاة والسلام، تحبه، تحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر أبدا. ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم لا في إبلاغ دعوته، ولا في إيصال شريعته، ولا في تقريب دينه لعموم الخلق، ولا في بشارته ونذارته، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام كنت متبعا له ناصرا إياه. إذن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على محبته، ومحبه دليل على معرفته. إذا من أحب النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه المحبة دليل على ماذا؟ على المعرفة. ومن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ونصره كان ذلك دليلا على محبته. إذا هذه أمور مترابطة متصلة لا ينفك بعضها عن بعض: معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهذه الآيات يمكن أن تفهم من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأهله وأصحابه وأصدقائه وأعدائه، لنعرف كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يمكن أن نقول بأن السيرة في جملة واحدة، السيرة في جملة واحدة هي الجوانب العملية المظهرة للأمور العقائدية. الأمور العقائدية التي نقرأها ما هي الجانب العملي لها؟ السيرة النبوية. إذن السيرة النبوية هي المظهرة لمسائل الاعتقاد، لأمور الاعتقاد. نجد مثلا الحب والبغض والفداء والإيثار والتوكل والاحتساب، كل هذه المعاني العقائدية يمكن أن نرصدها من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نواصل في الدرس يعني بإذن الله في الأسبوع القادم في الآيات التالية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.